غادي نبدا بواحد الموضوع اللي كنظن كيهم جميع المغاربه وغندوي بالعربيه غندرجها باش نكونوا تيرا تير، وهو القضيه ديال ملف الصحراء. غادي نرجع في كلكو سكوند على كلشي. الناس كيقول الاغلبيه اللي ما كيعرفونيش كيقول لك صحراوي. انا ديجا كنرفض هذا التيرم ديال الصحراوي وكنقول من الاقاليم الجنوبيه ولا من الشمال. انا بيضاوي وكبرت في اكادير. كيفاش ما نقولوش مشيت لملف الصحراء، ولكن كيفاش لقيت راسي في ملف الصحراء، لقيت حاصل فيه وفاش بديتو؟ وهو كنت كندير الكورس ديال الطوموبيلات لي رالي في اوروبا، كنجري بيلوت بروفيسيونيل. واحد النهار في 94 كاين انا في واحد الكورس ديال الطوموبيلات في اسبانيا، وكنت سارا انا والتيم ديالي هولنديين، كنت سارا وبانت لينا واحد الخيمه فيها ناس صحراويين بالباس ودايرين واحد ديزيون ودايرين واحد الصنادق كيطلبوا الفلوس لهاش مساعدات انسانيه باش يبنيو واحد السبيطار في السمارة. انا بالنسبه ليا كشاب مغربي ما عرفش هاد بالنسبه ليا كلشي اللي لابس الدراع او لابس الملحفه صحراوي ديالنا حنا. كي داير البوليزاريو هو اللي كانوا كيبينوا لنا في التلفزيون ملي كانوا كيرجعوا شعره واقف مشنتف ومسخ، هذاك هو اللي جا. مشيت لتما ديت لو تيم، دورنا مع الناس حطينا الفليسات حطينا واحد 3000 درهم فرحانين. جات وحده كتسولني قالت لي منين انت؟ قلت لها من الدار البيضاء، وهي تعيط لي على القبيله كامله. قالت لهم الجاسوس ديال المغرب. الهولنديين معايا جاب الله صحاح وبدينا نضرب. باص الخونا سلخناهم تلقينا راسنا في كوميساريه. ما انا جريت في الرالي ما تلقيت راسي مضرب مع بوليزاريو وانا ما عرفتش شنو هذا البوليزاريو. مشينا عند لو جوج قال لك استفزيتوهم عطاونا واحد الغرامه صغيره وخرجت في حالتي. دخلت في حالتي المغرب، لقيت المغرب عدد من المسؤولين كلشي كيضحكوا كيضحكوا عليا تصيدتي. فهذيك التصيده نضت انا كنقول كيفاش اسبانيا عامره بالجاليه المغربيه وحتى شي واحد ما كيدير شي حاجه. علاش هذه الجاليه؟ علاش مشيت عند مولاي احمد العلوي الله يرحمه في هذا النهار هذا اللي كان هو عز عليه الراليات وكان هو اللي مساعدني في الرالي وهذا، كنشرح ليه علاش هذه الجاليه. جمع واحد المسؤولين قال لي ماجي تشوفوا الرياضه اش كيقول اش الموضوع. قالوا لي اقترح شي حاجه عطينا شي فكره. قلت لهم اودي راه كنفهموا في الصحراء ما لا علاقه هي بالصحراء، انا الكورس ديال الطوموبيلات الميكانيك شي حاجه واخا من غيرها راه ما كنفهم والو. رجعت استشرت مع بعض الاخوان صوت واحد المقترح. شنو هو المقترح؟ كان وهو نديروا واحد الكورس ديال الجمال دولي في اكادير ماشي في الجنوب، لان الاغلبيه ديال الناس ديال الصحافه ما يبغوش يمشيو للجنوب لانه كيقاطعوا كيقول لك اراضي كل واحد كيسميها. قلنا في اكادير وغيجيبوا الناس اللي يعني الثقافه والتراث والرياضه والتقاليد كلشي لاكادير، وغادي نجيبوا الصحافه الدوليه لاكادير ومن هنا غنقدروا نخدموا قضيتنا بطريقه غير مباشره. عجبهم الموضوع اداوه دونك مولاي احمد شافوه عطاه الحسن الثاني الله يرحمه. مشيت لعندو شاف المشروع سولني بعض الحوايج كيف جاتك الفكره شرحت فرحان. خرج من عندو الاشراف زعما سير الله يعاونك ودير هذا المشروع خصك تنفذو في اقرب الاجل غنوصلوك للوطيل ما توصلوليش انا فرحان معلوم غنمشي على رجليا بغيت نطير بغيت. خرج من بالي رويال داوني ثلاث ايام لاديستي من عند الحسن الثاني للتمارا. دونك باش تفهم لو باركور كي داير ملي وصلت للتمارا كيشرحوا زعما علاش كيف جات الفكره شكون انت علاش درتي علاش درتي. كنقول لهم وديها شطرا شطرا راك ما عارفين. شدوا عليا تما ثلاث ايام خرجت مشيت عند مولاي احمد كان غوت راه شطرا ليا شطرا ليا شطرا ليا. كيعيط البصري جا البصري السلام عليكم اش الشريف اش طاري ولدي هذا عليا انا ولدو هو اللي شد عليا ولدي الله يرضي عليك هادشي خرج معنا. خرجت معاه صافي انا دابا لو بارون ديالك. خرجت من الدار ديال مولاي احمد لقينا الطوموبيل قال لهم هزوه بواحد الكلمه اخرى هزوه ديوه عاوتاني وعاود رجعت. دونك هادو المغامرات غادي نسميهم انا مغامرات لان ما بغاوش يكملوا ديك المغامرات زعما وحده تبع وحده. اللي خلاوني كنستمد في هذا الملف هذا اللي كتقول علاش شنو درت اللي عيب؟ واش درت شي حاجه خايبه؟ نو. لان شنو كان المشكل ديال البصري على فوق؟ وهو ما يجيش واحد الجهه اللي سوا ديزون عنده هو تشوش عليه في داكشي اللي كيقول هو الملك. هاد الجهه اللي هي انايا مع مجموعه ديال الاشخاص اللي كانوا معايا من الجنوب اللي اسسنا جمعيه الصحراء المغربيه اللي فاش بغينا ناسسوها رفضوها لينا واسسناها في الدار ديال مولاي احمد
دونك باش تعرف حتى باش تناضل على واحد القضيه اللي كنسميوها وطنيه صعيبه كانت. دونك كان واحد الموضوع محتكر من عند الوزير والطاقم ديالو وبوحدو، دونك لي فينانس كلشي هو اللي مكلف وممنوع شي واحد يدخل ليه، واللي يدخل ليه كيكون لاصاح. دابا باش هذا التاريخ نرجعوا اليوم غادي نشوفوا بانه ملف الصحراء ما هو زاد القدام ما هو رجع. ما حنا مشينا كنقولوا متفائلين رحنا في الطريق مزيانه، وانا متشائمين رحنا في الطريق خايبه واقف الوسط. غادي نلقاو بانه الدبلوماسيه المغربيه ما غاديش نقول انا الدبلوماسيه المغربيه وكان نسميها الدبلوماسيه الملكيه، لانه الدبلوماسيه الملكيه هي اللي عاونتنا في عدد من الدول بنظر العلاقات ديال جلاله الملك مع عدد من رؤساء الدول. كترجع للدبلوماسيه الرسميه للسفارات ولا لغيرهم، لان تساريتهم في خاطرهم في العالم كامل ما كاين والو، وحتى شي واحد ما كيدوي على ملف الصحراء وحتى شي واحد ما بغى يدوي عليه، لان كيقول لك ندير شي حاجه طرا ليا يدخلوني المغرب اللي تخليني نخليها. وكاينين السفارات اللي شفتهم اللي كتقول لي غندير كيقول لك ضيعهم كان ما تعاونش عليا صافي بخير وعلى خير، دونك دير اللي عجبك. هذا من جهه. ولكن البوليزاريو اليوم فين كيقدر نقولها بالدارجه يشطحنا؟ وهو في المجتمع المدني، عنده شباب عنده ناس اللي بواحد السماته بواحد القناعات كيدوروا العالم كامل يهدي الفلوس ديال الجزائر وكيتحنا عندنا الفلوس ديال المغرب. الا هما عنده الجزائر موراه حنا كاين دوله المؤسسات ديالها، الا هما عندهم قضيه اللي كيخدموا عليها حنا عندنا قضيه عادله ديالنا اللي حنا خصنا ندافعوا عليها ونكونوا احسن منهم. حنا ما عندناش مجتمع مدني من وجبل، لان حتى جمعيه الصحراء المغربيه غادي نسميها كنا غير كنبريكوليو، اما ان طرافاي دو فون مع واحد الاستراتيجي ديال الخدمه اكو مويان لون تيرم ما عمرها كانت عندنا، ما عمرها كانت عندنا لان الظروف ما مواتيهاش. البوليزاريو هذه فهمها كيمشي للمجتمع المدني وخصوصا في الديمقراطيات، لانه هو المؤثر هو الناخب اللي كيأثر على رؤساء الدول ورؤساء الحكومات اسبانيا فرنسا فيما مشيتي. بغيت بحال اللي توجه لكم نخليكم نتوما تسولوا وفغير لو ديبات، وهو حنا ما عندناش مجتمع مدني، واش لان ولينا مات في هذه القضيه حتى شي واحد ما بغى يتحرك في ملف الصحراء. كنا كنقولوا عاش الملك، كنا كنقولوا الصحراء مغربيه وتبقى مغربيه وهادو شعارات، ولكن في ارض الواقع حتى ما كيدير شي حاجه. النهار كتخرج شي حاجه خايبه كيقول لك كلشي كيولي كريتيك سبيسيال في قضيه الصحراء، كلشي كيولي كيفهم في الصحراء. ملي كتمشي عند السياسيين اش كيقول لك من رؤساء احزاب اللي مشيتي عنده كتقولي تحرك في الصحراء دير شي حاجه، كيقول لك باش كنخلي الملك انا باش ما نديرونجيش، لان هذه قضيه الملك كتخرج كلشي. ولكن من النضال ديالي والاخوان اللي معنا ما عمر الملك ولا القصر اتافنو وقال لنا فلان ما تمشيوش لهنا اش داكم ديروا هادي ولا ضربنا على يدينا. بالعكس الوحيده ولا التواصل الوحيد هو ملي كانوا كيجيونا الرسائل ديال التهاني من عند جلاله الملك صافي، هذا هو التدخل الوحيد. ولقينا المشاكل كلها غير مع بعض الادارات. دونك خصنا حنا مادام كلشي الحضور هنا شباب يفهم بانه راه المجتمع المدني راه هو اللي عنده القوه باش يقلب الايه والموازين ديال هذا الملف هذا، خصوصا المغربي لان البوليزاريو داير خدمتهم. البوليزاريو سون بريزون باكو، كاينين في استراليا كاينين في اليابان عندهم جمعيه الصدقه اليابانيه كيسمى هو مع الشعب الصحراوي. حنا ما عندناش، حتى في الجنوب ما كاينش السكات، حتى شي واحد ما كيدير شي حاجه، حتى شي واحد ما كيتحرك، ما كتلقاش جمعيات، ما كتلقاش وحتى ملي كتسمع واحد الجمعيه بشي اسم كتلقى فيها شخص واحد هو اللي كاين هو هذيك السميه، وكتلقى الاخرين كيتحركوا وهذا، وحنا ما كاينينش. واش العيب فينا؟ واش العيب في عندنا شي خلل؟ شي خلل كاين في كاين الله اعلم. يعني انا بحكم التجربه ديالي ضربت والله غالب زعما الى جيت نحسب غير حوايج النضال وشحال خطره شديت غادي نلقى شدات اكثر، ومعروف كلشي زعما كنمشي غير كنتسالى نزل في اسبانيا خصني نبقى نص ساعه قدام البوليس لا جاي ندير زعما في شي. كتمشي لميريكان كيشدو ثلاثه السوايع كدوز عند لاي ليسا وجاي سيني هنا جلس لا تيشوفوك. مشيتي لفرنسا سي باغي زعما كتمشي كيبوانتي غير كضرب سميتك في الباسبور كيقول لك جلس هنا بلاتي نشوف اش جاي ندير. دونك حتى في الديمقراطيه دونك حتى حياتك الخاصه ولات الله يجعل البركه. هادشي بلا شده ديال الجزائر بلا كوبا بلا وليت سبيسيال في الشدات. لو بيغ هازار لو بيغ هازار لقاني نهار مات المنضري ياك
لقاني انا في ميخاس طوموبيلتي كاينه تما، جالس مع مرتي وصحابي عادي. يومين بعد انا جالس فوطير، جاو هزوني كواردي سيفيل، اش كنتي كدير تما؟ دونك ديما الشك، انت راك تناضل فواحد المين، ولكن بالنسبه لهم راه المخابرات وما شنو كاين. جاو داوني يومين وعيطت للقنصلية، عيطت للسفارة، ما خليت المرعيت حتى شي حاجه، حتى شي واحد ما دخل وشي ضربه بسقله عم بحرك. ياك تشديت في الجزائر جوج مرات، دونك رجعوني رفوا لي مره، رفوا لي الروم لان اول طياره كانت خارجه سيفطوني فيها الروم، مره اخرى عاود سيفطوني لميلان. كنزل انا وليكيب اللي معايا كنقاتل فيه في الشوارع، لانه انت غادي من المغرب ودير حسابك ديال شنو غادي دير وترجع للمغرب، تجي تدخل في ميلان. وباش نرجع انا لميلان بلاتي، ملي كيرفوا لي الجزائريين لي دو فوا ابخي لانتروغاتوار و ستة سبعة السوايع وانا عندهم تما في الحبس ديال المطار، ملي كيرجعوا كيحيد لك لي باسبور وكيعطيهم الكوموندون دو بور. اي لو كوموندون دو بور اش كيدير؟ كيقول يعطيوه النوت اللي ما عرفناش شنو هي. كيما كتنزل كتلقى الكارابينيري كيتسناوك باب الطياره وكيجيو يديوك، كيقول لك انت حرف الجزائر. وكيفاش درت توصل؟ يا ربي الله يهديك، اش تدير الجزائر؟ انا مشيت من المغرب ما جيتش لايطاليا، لا ما عرفتش حرف تجي لايطاليا. دونك كتبقى ولكن معمر السفارات دخلات ولا سميتو في لي زيتازوني باغي. تشديت عند لاينيسا في المطار، نزلت مناضل كدير الشغب ولا ما شنو يقولوا اجي دير. ملي كندوي وهذا وشرحت لهم كل شيء، كيقول لك باش شوف عيط للسفاره. كتعيط للسفاره كيقول لك ماشي شغل، عيط نيويورك. كتعيط للقنصليه ديال نيويورك كيقول لك شغلي شوف مع المغرب. دونك شي واحد موراك ما تلقاهش، فهمتي. لي زاتاك كانوا عندي في مالاغا جوج مرات، طرطاتيف داساسينا، دونك راه دازت في دوزيام وكل شيء. دونك ولقينا بين السفاره الجزائريه اللي كانت موراها، ولكن واش كتلقى المغرب موراك؟ نو، ما عمري لقيتو. ملي كنقول رسميا ما عمرك لقيتو. فوالا سي بتي مالاغ. وي فوني دو دوني دي ريزون كي بوس بوتيتر لي جون ا سو ميتر دون لومبر et à ne pas travailler dans ce et ne pas se diriger dans ce sens de travailler la cause qui est la cause du Sahara. Donc vous venez tout juste de dissuader peut-être des gens qui voudraient militer dans ce sens, parce que comme vous dites le Maroc n'encourage pas du tout les gens à défendre leur cause. Mais tout ne se donne pas, ça s'arrache. C'est clair. Voilà. Donc Maradich il a, parce que moi j'ai un ministre qui est comme ولا واحد اللي باغا بور لو فيتاريا بغا يكون هو الماتر ديال ملف الصحراء، سي سون بروبليم، حياتو هذيك، مي حنا ما غاديش نخليها ليه. مي لا ماجوريتي دي جون اي بريفير سي دون لو كونفور. مالوغوزمون وي. وشفتها وحضرت ليها وشفت شي حوايج اللي ميم ليليت بوليتيسيان اللي اليوم كتعطينا الاراء في التلفزيونات هضرت عليهم بواحد وما كاينش فيهم واحد كيتحرك. نعطيك انا ميو، درت الجريده الصحراء الاسبوعيه ودرناها كجريده اللي غدافع على القضيه الوطنيه، وكانت المبيعات ديالها من داكشي في الصحراء في الاقل بزاف الاقاليم غاديه مزيان. كتعرف بان ما كاينش جريده شركه وحده من الكبار من سونسيتي دو نون اللي عطاتها الاشهار. كل موند لا بويكوتي، علاش؟ كيقول لك قضيه الصحراء ما ندخلش فيها. ملي كتقول ليه واش كاينين دي غوفو كي انسولت كاع سا ماجيستي كيدخلوا فيه طلوع ولا فامي رويال وعامرين البوبيسيتي. او موا جي يو لان دي بروش كاع ديال سا ماجيستي كي اون شارج ديال هذا الملف ديال سميتو، كيقول لك شوف مو جو بريفير نمشي لهادو وما عنديش مشكل الا الصحراء ما نقربش ليها. اي اون ا دو فيرمي ابري دو زون. لا كيسيون اللي نقدر نطرح عليك هي شنو كيفاش نزعموا الناس انهم يخدموا في هذه القضيه هذه؟ وين فو سو باتر انا ياناس روبوشي اي فو سو باتر انت مو جو مسيو باتي دوبي 17 ans جو كونتينيو مون كومبا اي جو سي كو مشى البصري جا العنيقري جي تي اوبليجي باش نخوي المغرب اون 2003 على قبل هو باسكو تشدينا باليدين. Et donc c'était le rapport de force avec un patron de la DST ou un petit militant. Donc certaines personnes ont créé le rédaction de la Donc j'ai été pendant deux ans. Et j'ai été arrêté. Et le combat n'a pas été arrêté. Je me suis dit, mais il ne faut pas s'arrêter. C'est une cause nationale. Chouf, c'est l'éclatement de la Maghreb. C'est la fin de l'Arche. Donc alors qu'on a les moyens nous, de militer pour cette cause. On a les moyens de renforcer la situation à l'autre. On a tous les moyens. Il faut juste que le peuple ait l'honneur que nous nous sommes très bien. Voilà. Salam. C'est le temps que j'ai à la fois plaisir. Allah est bien.
لا سوسيتي راه ما كيعرفوش شنو هو شنو هما الخبايا ديال القضيه، شنو هو النزاع، شنو هو المشكل، منين جاي يعني من الحرب البارده والمعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. يعني لا سوسيتي خاصها تعرف بعدا القضيه شنو هي، حيت دوك الناس عندهم قضيه كيدافعوا عليها مقتنعين بها اكثر. اما حنا صباط على اش واحد الحاجه ما عارفينهاش اصلا، ما عارفش شنو النزاع، ما عارفش شنو هي بوليزاريو، شنو هي الجبال الشعبيه تاع الصحراء ولا والبوليزاريو. حنا اللي خلقناه، حنا اللي خلقناه، المغرب اللي خلقو اخطا وما زال كيرتكبوا الاخطاء. اكزاكتومون. دابا افون دو سو بات خصنا نعرفوا بعدا المجتمع والناس والدراري والصغار والكبار اشنو هو المشكل، منين جاي، حيت نعرفوا منين جاي كيعرفوا بالضبط انها قضيه ديالنا ماشي ديالهم. شحال واحد كان تلاقى مثلا ما كيعرفش لي بوليزاريو، تسحب لي غير عصابه، هي عصابه ولاني ما عارفش لي مويان ديالها، ما عارفش شنو عندهم، ما عارفش. الحمد لله حضرات بوليزاريو ملي لاه تكريات الوغ افون دو سو بات، يعني ضروري نعرفوا الناس شنو هو المشكل في الاصل. شكرا سيد على الله يبارك فيك، سالي الوقت ديالي، كنشكركم بزاف عاد، ونتمنى على الله نشوفوا جمعيات ونشوفكم كاملين محزمين.